شيخ لو واحد مثلا حكم ان واحد مثلا ايه ان مثلا يحصل رهان بس من غير فلوس، اللي هو مثلا يقول لك لو انا كتبت مثلا او مثلا كتبت انا في الموضوع ده مثلا العب انا بالفرقه دي او اخد انا مثلا الكوره الكلام ده من غير فلوس، ده حلال ولا حرام؟ في عينيات، فيها عينيات الهدية أو الميسر. مش هدية يعني مثلا بلعب ماتش كورة مثلا أقول مثلا إيه هنتنافس اللي يكسب ياخد الملعب مثلا نص ساعة كده. لا لا تفعل. ده ما ينفعش يعني. أيوه. تمام، شكرا. الله يسلمك.